وشدد مدبولي على ضرورة التركيز على اختيار مجالات التعاون التي تعكس المصلحة المشتركة للبلدين مع الاستفادة من المميزات النسبية التنافسية لكل منهما. وفي مجال السياحة أكد مدبولي تطلعها إلى زيادة أعداد السائحين الصرب في مصر. يجب أن نركز سويا على اختيار مجالات التعاون التي تعكس المصلحة المشتركة لبلدينا مع الاستفادة من الميزة النسبية التنافسية لكل منا، وتشمل هذه المجالات الزراعة، الاتصالات، التكنولوجيا والمعلومات، الاتصالات والبنية التحتية والإسكان، خاصة في ضوء افتتاح مصر مؤخرا لعدد من المدن الذكية وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة. وأخيرا في مجال السياحة، نتطلع إلى زيادة أعداد السائحين الصرب في مصر ونساعد بعضهم البعض في تذليل العقبات المتعلقة بالسائحين المصريين في الصعيد.